للوقوف عند الأزمة الإنسانية المستمرة التي يعيشها النازحون في العراق والإصرار الحكومي على إغلاق المخيمات، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أستاذ علي، حياكم الله، مرحبا بكم. قبل أسبوع مضى قالت وزارة الهجرة والمهجرين إنها ستعيد المخيمات قبيل الشتاء، ولكنها قامت بإغلاق مخيم الجدعة 5 بمحافظة نينوى. أستاذ علي، ماذا يعني هذا الإغلاق برأيكم؟ هذه عملية تخبط، ويعني عملية تخبط غريبة وقرارات متسرعة. الهدف منها هو تحويل النازحين من نازح، من يعني يعاني حالة نزوح إلى حالة ضياع. يعني النازح إذا يتم إغلاق المخيم الذي يعيش فيه ولا يستطيع العودة إلى منطقته أو سكنه لأسباب عديدة ومعروفة للحكومة، ماذا يتحول النازح؟ يتحول إلى حالة ضياع يعني كارثية. هذه مشكلة الآن، يعني نحن نعتقد يعني جازمين بأن هذه التخبطات وهذه القرارات المتسرعة نابعة من عدم اهتمام الحكومة وميليشياتها وأحزابها ووزاراتها بهؤلاء الناس، ولا تعتبرهم يعني حتى عراقيين. يا سيدي، هذه عملية النزوح منذ 10 سنوات لم تحل. الحرب العالمية الثانية، عملية الهجرة والنزوح اللي وهي حرب عالمية، عملية الهجرة والنزوح اللي نتجت عنها حلت بعد 2.5 سنين، في حين نحن في العراق منذ 10 سنوات لا يستطيعون إعادة نازح إلى منطقته وسكنه، ومعلوم من يسيطر على منطقته وسكنه. هذه كارثة يا سيدي الكريم، يعني كارثة تقصير بها متعمد. طيب أستاذ علي، ولكن في هذا المفصل لماذا يخضع النازحون بالأساس لهذه التقلب بقرارات إغلاق المخيمات؟ بمعنى آخر، من يملك قرار عودتهم إلى مناطقهم أستاذ علي؟ لا تملك الحكومة هذا، وخصوصا هذه الحكومة، قرار عودتهم إلى مناطقهم، لأن هذه الحكومة هي تعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة الحكومات. ماذا تنتظر من حكومة أسسها ويشرف عليها ويديرها نور المالكي؟ الحكومة الحالية هي يعني امتداد لحكومات نور المالكي التي بدأت بعملية التغيير الديموغرافي وعملية التهجير القسري والإخفاء القسري وغيرها. لو كان هناك حكومة تمتلك يعني ذرة من السلطة أو ذرة من المركزية والتفهم لحال العراقيين، هذه الحكومات والأحزاب التي تتعاقب على العراق منذ 2003 حتى اليوم غريبة على العراق ولا تنتمي للعراق، ليس لديها أي انتماء للعراق. انظر إلى اهتماماتهم الآن في فتح الطرقات وفتح القطارات وأشياء أخرى، في حين أبناء بلدهم يرزحون تحت حرارة الشمس وفي السجون وفي المخيمات حفاة وجياع وعراة ويعانون أبشع معاناة. الحكومة عندما تغلق المخيمات كما ذكرتم بأنها تتصف ربما بالتسرع والفوضوية، ولكن أستاذ علي، ما خطورة هذه الإغلاقات المتسرعة على النازحين؟ هل هناك فرصة أو بارقة أمل على حصولهم على الخدمات الأساسية في حال عودتهم إلى مناطقهم أستاذ علي؟ يا سيدي، كيف يحصل على الخدمات الأساسية وهو لم يستطيع أن يثبت شخصيته من خلال وثائق؟ هؤلاء الآن أخطر ما يعانونه هو فقدانهم للوثائق. كيف يستطيع الإنسان أن يعود إلى منطقته وهو لا يمتلك ما يثبت شخصيته؟ لا يستطيع أن يمر على سيطرة، لا يستطيع أن يمر على نقطة تفتيش. إغلاق المخيمات يتطلب وجود لجنة تدخل إلى المخيمات وتحسم موضوعهم في المخيمات، تعطيهم تصدر لهم يعني لماذا لا تستطيع لجنة تذهب إلى هناك وتكمل أوراق النازحين في المخيم وتضعهم في باصات وتعيدهم إلى مناطقهم؟ كيف يستطيع نازح الآن أن يعود إذا أغلق مخيمة
وهو لا يمتلك وثيقة تثبت شخصيته، تثبت اسمه. أستاذ علي، وعملية عدم الوثائق أيضا عملية عمل. هل الأوراق الثبوتية تشكل تحديا حقيقيا أمام النازحين إلى هذه الدرجة؟ أستطيع القول يعني من خلال مع التواصل مع النازحين، أنها تمثل أخطر الحلقات في سلسلة معاناتهم. يعني هل تعلم الآن حين يذهب النازح لمراجعة على الأوراق أو على يعني أي دائرة ماذا يفعل وهو نازح يعاني من شرف العيش ويعاني من الفقر؟ يجب أن يتفقون مع سيارات تاكسي حتى تقلهم، وهذه السيارات تتفق مع السيطرات والسيطرات يدفعون لهم، وهم يدفعون لسائق التاكسي أكثر من 12 ضعف حتى يصل إلى دائرة ويصل إلى مدينة. هذه أخطر أنواع المعاناة في الحكومة أستاذ علي. هو انتزاع. نعم. أستطيع القول أنه تم انتزاع مستمسكاتهم وأوراقهم الثبوتية وعدم إعطائهم بديل لها. أستاذ علي، ما هو هدف الحكومة في منح النازحين أوراق ثبوتية؟ ماذا تريد من وراء ذلك أستاذ علي؟ تريد تمييع قضيتهم وتحويلهم إلى مشردين، تمييع قضيتهم وتحويلهم إلى مشردين وعدم عودتهم إلى مناطقهم حتى يتم الاستيلاء عليها كما حدث في جرف الصخر ومنطقة العويسات ومناطق أخرى. هذا عمل مدروس وممنهج، لا يتم اعتباطا ولا يتم من باب الإهمال، لا يتم من باب سوء النية ومع يعني محاولة الأذية مع سبق الإصرار والترصد. أستاذ علي، بماذا تفسر دخول ميليشيا حزب العمال الكردستانية على خط الانتهاكات ضد النازحين لا سيما من سنجار؟ بماذا تفسر ذلك؟ الحزب العمال الكردستاني الآن لم يعد حزب ولا حركة ولا ميليشيا. حزب العمال الكردستاني الآن كون دويلة بين الآن ابن دهوك وابن زاخو يستطيع أن يقول لك، وأنا أتواصل معهم، يستطيع أن يقول بأن تركيا لم تعد دولة جارة للعراق ولا حتى لإقليم كردستان، لأن هناك دويلة تمتد من رأس العبد المثلث الإيراني التركي إلى سنجار. وللأسف أن هؤلاء المجرمين القتلى هم اللي مصنفين دوليا على أنه منظمة إرهابية، وجدوا في القرى والمناطق العربية التي تعاني الضعف الآن والاضطهاد يعني الاستهداف الطائفي، وجدوا فيهم ضالتهم، فبدأوا يستولون على أموالهم ويستولون على سياراتهم ومعداتهم الزراعية ويخطفون أبنائهم وبناتهم ويمارسون أبشع أنواع الانتهاكات بحقهم. عبر سكاي من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.